l'activité pratique que j'ai à l'Hassab, la formation du Mardi, ou Farid qui est un خارج ميدان ديالو بواحد الطريقة جيدة كثير. إلا أن للأسف حنا مكناش كنتوقعو السيناريو ديال أن يتطرد اللاعب ديالو، وفي الوقت فاش تطرد اللاعب فبعض المرات سوغ لو بلون مونطال اللاعب اللي مازال ما فهمش كرة القدم كيظن بأنه راه سافا يتربي فاسيل، ألوغ كو سي لو كونتخيغ، فريق الخصم كيولي عارف بأنه خصو تكون عندك لا كاليتي دو سوليداريتي تزيد تقوى لي زافور كيزيدو يتبارو، و فريق الخصم المقابل كيما سمح لي ذكرت إلا كان كيظن بأنه مازال ما فهمش كرة القدم مزيان، كيظن بأن الأمور راه غادي تكون سهلة والمقابلة راه سهلة وغادي تمشي 3-0 4-0 بكل بساطة. ألوغ يمكن بالنسبة ليا خسارة صعيبة بزاف، صعيبة بزاف، أكيد أننا ميمكناش أننا ندوزو سنة بدون هزيمة، كنا غاديين على واحد واحد السيري ديال النتائج الايجابيه، ولكن ماشي اليوم وماشي بهذا السيناريو، ماشي في وسط الملعب ديالنا وحدا الجمهور ديالنا، وخصوصا ماشي وحنا مع فريق اللي لعب 55 دقيقه على ما كنظن او 50 دقيقه وهو منقص. كنظن اللي نقدر نقوله هو انني نكونوا صريحين، وانا نكون صريح مع راسي، لكن شي واحد يتلاف هو انا اليوم كنت ضعيف، لان بغض النظر على اي حاجه يمكن وقعت في الملعب ما يمكن لي الا نلوم براسي. انا بالنسبه لي كنت ضعيف لان المدرب اللي ما يقدرش يلقى الحلول بغض النظر مره واحده اخرى على اي حاجه وقعت سور لو كاري ديال 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 الملعب، فكنظن بان كان ضعيف. انا كنت ضعيف اليوم لان كان عليا نلقى الحلول بغض النظر على اي حاجه، لان الوقت كان كبير بزاف، الوقت كان كبير بزاف. اللي يتلام اليوم هو المدرب ديال المغرب الفاسي هو عبد الربي، كان علينا اننا نخرجوا بالنتيجه ديال الفوز، رغم ما سبق لي وذكرت كان علينا نخرجوا بالنتيجه ديال الفوز، ما عندناش الحق في غير النتيجه ديال الفوز، مي اكثر من هذا الشيء ما نقدرش نقول. الحاجه الوحيده اللي نقدر يمكن نضيفها هو، لكن هنا ما كنهضرش بتاتا على لي زيكسكيوز، كنهضرش بتاتا على لي زيكسكيوز، وكنظن الناس اللي كيفهموا كرة القدم وراكم ما شاء الله عليكم كتفهموا بزاف كرة القدم، والناس اللي غادي يسمعوا كاين شي حاجة كتجي هكاك، كاين شي حاجة كتجي هكاك. حنا راه حنا عندنا واحد 4 مقابلات ما كيتعطاوناش لي بينالتي ديالنا، مقابلات كثر، وفاش نضيف عليها لا بروغراماسيون كنظن بان راه بزاف، راه بزاف. انا كنقول مثلا ما تنقولش لي زيكسكيوز، انا بديت الكلام ديالي بان الا كاين شي واحد اليوم يتلام، الا كاين شي واحد اليوم ما فرحش هذا الجمهور، الا كاين شي واحد اليوم ما دارش الخدمه اللي كدار هو انا،